توج فريق الدهامشة بلقب بطولة قبيلة عنزة الثانية لكرة القدم، والتي أقيمت على ملاعب الهيئة العامة للرياضة في منطقة الجهراء، وبذلك بفوزه على فريق أسبعة في المباراة النهائية بالركلات الترجيحية، ختام فعاليات النسخة الثانية، في تقرير الزميل أحمد العنزي. بهدف المحافظة على الترابط والأسرة الواحدة وتعزيز الأخوة بين أبناء القبيلة، اختتمت بطولة قبيلة عنزة الثانية لكرة القدم، والتي أقيمت على مدى 7 أيام على ملاعب الهيئة العامة للرياضة وسط حضور جماهيري لافت. حقيقة اللي أشوفه اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن شيء يثلج الصدر، وهذا دائما الشيء اللي نبيه، تجمع القبيلة، أبناء القبيلة، عيال عم وإخوان، تجمع رياضي، تجمع فيه تسود الروح الرياضية والمحبة والألفة بين الجميع، وهذا اللي نسعى له وهذا اللي نتمناه. وعلى كل نتيجة المباراة الجميع فائز، سواء فريق اخواننا واهلنا وعيال عمنا سبعه، او اخواننا واهلنا وعيال عمنا الدهامشه، الكل فائز انا اعتبره، واتمنى انه يتكرر هالتجمع هذا دائما. الهدف لله الحمد تحقق من بدايه الايام الاولى للبطوله، اللي هي الحمد لله الناس اللي من زمان ما شافوا بعض شافوا بعضهم لله الحمد والشكر، وتواصلوا مع بعض، وفي بعض الاخوان ردوا مره ثانيه تواصلوا بارقام التليفونات، يعني تعرف مشاغل الدنيا الحين الواحد يكون دائما مشغول، فتبديل التليفونات هذا بشكل دوري يعني. التجمع هذا كبير، واشكر الاخوان اللجنه المنظمه والاخوان الفرق المشاركه، وهذا الكويت يعني باطيافها يعني، والعالم كله ما شاء الله يعني كلها جايه، ونشكر مره ثانيه الاخوان المنظمين، وما في فايز ولا خسران، الكل هذا تجمع يعني، والحمد لله على كل حال. نجاح النسخة الأولى بتحقيق أهدافها أعطى دافعا كبيرا لشباب قبيلة عنزة بالاستمرار فيها، وشهدت النسخة الثانية مشاركة 12 فريقا من أبنائها، قسموا لأربع مجموعات، تأهل عن كل مجموعة فريقين في الأدوار الإقصائية بإدارة حكام معتمدين من اتحاد كرة القدم. البطولات أخوي أحمد دولية، العالمية فيها احتجاجات، البطولة هذه تنافسية لا تخضع للقانون الدولي، يعني قالوا نحن نحاول نكيف القانون الدولي مع المحلي، يعني على يكون يعني انه يكون حب شويه، ولكن في حزم الحكام، في احترام ايضا من اللاعبين قاده الحكام، اعتقد بطوله ناجحه جدا تحكيميا. الهدف باذن الله ان نتحقق ان شاء الله قبل نهايه البطوله تحقق الهدف، وهذا شيء اسعدنا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله انها تكرر كل سنه ان شاء الله. وهذا التجمع تجمع طيب، وزاد من التواصل والتعارف بين الاخوان وابناء العم. فريق الدهامشة تمكن من انتزاع لقب البطولة بفوزه على فريق الأسبعة بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتحضر الدحة بعد المباراة تعبيرا عن فرحة الانتصار. الفوز والخسارة احنا يعني حريصين عليه كثر ما حريصين على جمعة الناس هذه. الفوز كلنا فايزين، وانا اخوك هذه بطولة عنزة تجمع الكل، ما في خسران وما في فايز، كل الفوز كل الجميع. كأس أفضل لاعب في البطولة كان من نصيب بدر رافع، فيما حاز لاعب فريق السبع يونس العنزي على كأس المرحوم كريم سلمان لأفضل حارس مرمى، وتكفل بها الإعلامي سالم العنزي، بينما حصل زبن العنزي على كأس اللاعب المثالي، فيما حاز على لقب هداف البطولة لاعب الدهامش عبد الوهاب الصليلي، بينما حقق لاعب الحسين مشاري غنام على كأس أفضل هدف في البطولة. ختام مميز ورائع وحضور جماهيري كبير يشهد تتويج فريق الدهامشة في بطولة قبيلة عنزة الثانية لكرة القدم. أحمد العنزي، الرأي.